أتاحت الرئاسة العامة السعودية لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أكثر من 8000 فرصة في الحرمين الشريفين في مجال التطوع والأعمال الإنسانية خلال موسم حج هذا العام في 10 مجالات، بما يحقق أكثر من 200000 ساعة تطوعية. كما رفعت الرئاسة السعودية أعداد العربات التي تعمل على مدار الساعة لخدمة الحجاج إلى 9000 عربة. يأتي ذلك حرصا على خدمة كبار السن وذوي الإعاقة في أثناء أداء مناسك الحج بكل سهولة ويسر.